دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. مساء الخير دكتور أيمن. مساء الخير أختي الكريمة، تحية لك ولكل السادة والسادة المشاهدين وزبائنك الكرام. تحية لحضرتك. الحقيقة يعني نحن نتحدث دائما والقلب موجوع طول الوقت لهذه الأرقام والتي لا تنتهي بل تتزايد، يعني كيف رأيت يعني مصاب اليوم؟ بالتأكيد الاحتلال الذي لا زال يمارس عملية القتل والإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني طبعا لا ينفك يوم إلا ونود عشرات الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني. لا مكان آمن في غزة، لا رفح التي صنفت بعض مناطقها آمنة كما كان في منطقة طبعا تل السلطان ومناطق البحر الذي أصبح الاحتلال يدخلها بشكل عميق. اليوم الاحتلال يعني تجاوز أكثر من نصف رفح تم احتلالها، تم طرد أكثر من 1,100,000 نازح من منطقة رفح باتجاه مناطق نزوح جديدة هي في مواصي خان يونس. طبعا تابعنا اليوم ما تم في جباليا وانتشال جثامين شهداء دفنوا تحت طبعا أنقاض جباليا، وكذلك ما حدث في النصيرات في منتصف قطاع غزة من عملية قصف لا زالت متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بالتأكيد اليوم نتحدث عن 8 شهور من هذه الحرب التي طبعا لا تتوقف ولا توجد بها هوادف عملية القتل أمام مشهد عالمي بائس لا يستطيع أن يقف هذا الاحتلال. حتى محاولة من الجزائر تقديم ورقة ممثلة عن المجموعة العربية لإصدار قرار من مجلس الأمن لإيقاف الحرب على غزة، تتحدث الأمريكان أنها الورقة مخيبة للأمل وأنها لن يتم تمريرها. إذن هناك عمليات حرب وإبادة ضد شعبنا الفلسطيني بتأييد دولي للأسف الشديد ودون توقف لهذه الحرب المصورة. رأينا من يتحدثون عن الهولوكوست ينفذ الهولوكوست في رفح، رأينا جثامين طاهرة تخرج متفحمة من تحت أنقاض بعض الخيام النزوح، ولا زال الجرح غائر للأسف في قلوبنا جميعا لأن ما نود حموم أحبتنا وأخواننا وأصدقائنا، ولا نستطيع أن نقدم ما يمنع هذه الحرب للأسف الشديد. والاحتلال لا زال في وقاحته وإصراره للأسف الشديد على هذه الحرب دون هوادة، وحتى ما يحدث من إرهاصات داخل النظام السياسي الرسمي الإسرائيلي لا يفضي إلى وقف هذه الحرب، حتى هم يختلفوا على آلية قتلنا ليس إلا. يعني سؤالي والصورة أمامي دكتور أيمن الحقيقة يعني صورة الأهالي وصورة المخيمات، يعني أين يحتمي الناس؟ يعني حتى أصل الإقامة في المخيمات هي إقامة في الهواء، يعني مجرد يعني المخيمات ما هي إلا عبارة عن قماش هنا أو هناك ويحتمون بالعراء، لكن يعني ما يحدث؟ يعني أين يذهب أهل غزة بعد هذا القصف، خصوصا بأن المستشفيات يعني حالها تعيس ولا يوجد الحقيقة أي يعني إسعافات أولية أو أي أشياء تساعد الناس؟ أين يحتمي الناس بعد هذا القصف يوميا؟ سؤال مهم جدا أستاذ. للأسف الشديد اليوم نتحدث عن مباني غزة التي أكثر من 70-80% هدم بشكل كلي والباقي جزئي، ولم يعد هذه الأماكن حتى من فكر أن يعود إلى منازل كانت في خان يونس أو في وسط غزة لا يجد إلا أطلال يحاول حولها أن ينشئ خيمة أو بعض القماش كما أشرت اللي تستر به ليس إلا، وهو يدرك أن هذه الأمور لا تفي للآدمية بشكل كامل. هناك حتى من بقى أو من لديه خيمة فدرجة الحرارة تصل في الخيمة أضعاف درجة الحرارة في الخارج، وبالتالي تكون درجة الحرارة في بعض الخيام 70 درجة. لذلك عندما أول ما تبدأ الشمس بالغروب نجد حالة الاستكانة بشكل عام في هذه المناطق، لأن الكل ينتظر هذه اللحظة لتنكسر درجة حرارة الجو ويبدأ البعض ينام. لذلك حتى ما حدث في رفح واستهداف الأطفال والنساء صحيح. وحتى الآن لذلك جل من يستشهدوا من النساء والأطفال لأنهم ولا عندما تغرب الشمس يذهبون إلى النوم، فيبقى الرجال بعضهم يتسامرون أو يسهرون أو بعض يتبادل حتى يحمي أسرته إذا حدث هناك قصف أو الأخيرة. فلذلك يرتقي مجمل من يستشهدون من النساء والأطفال، لا توجد يعني ما يحمي طبعا من حرارة الشمس، ولكن فقط يحاول قدر المستطاع بهذه الأقمشة التي تبقت أن يستر عورتهم، عسى أن يأتي فرجا قريبا. صحيح، يعني حتى القصف اللي موجود شمال مخيم النصيرات هي في وسط غزة مظبوط؟ بالضبط. فإذا يعني الضرب ما بين النصيرات وسط غزة وما بين غرب رفح، فهي المناطق قريبة جدا من بعضها البعض.
بالضبط، هي قطاع غزة بمجمله هو مساحته طولا لا تتجاوز 40 كيلومتر، فالمنطقة الآن الذي يتحدث عنها الاحتلال منطقة آمنة، هي غير آمنة، المنطقة تنصرت من ضمن المناطق الآمنة. لم يعد هناك أي منطقة آمنة، إذا كان بالضبط. كان غرب رفح كانوا يعني يلقبوا بأنه منطقة آمنة ولم يعد منطقة آمنة، حتى وسط غزة النصيرات هو أيضا تم قصفه اليوم، الحقيقة لا نملك غير الدعاء. هل السؤال الأخير اللي أنا عايز أسأل حضرتك عليه، هناك أيضا مجلس الأمن مشروع، يعني يتم الآن تحضير مشروع قرار بوقف إطلاق النار، كيف ترى هذا؟ هل سينجح هذه المرة مجلس الأمن؟ للأسف الشديد الجزائر تقدمت بورقة استبق كل هذا الأمر، الجلسة التي ستعقد الليل أو غدا بحد أقصى، البيت الأبيض الذي أعلن أن الورقة لا توجد بها توازن، وبالتالي واضح أن الأمريكان يهددون أو يلمحون لاستخدام الفيتو، وإن لم يستخدموا الفيتو إن صدر قرار دون أن يكون تحت الفصل السابع فهو لن يكون ملزم الاحتلال كما حدث في قرار 2780، هو القرار عمليا المشروع الفرنسي، وبالتالي نحن لا نتوقع أن يمرر هذا القرار، وحتى لو مرر فأنا أعتقد أنه لن ينفذ، وللأسف الشديد إن لم يمرر فهذا يخشب بشكل قطعي دون صحيح. مواربة أن الأمريكان شركاء في عملية تجريح رفح، وما كل ما يقال هو ليس أكثر من تضليلة. أكيد. دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.